اول حاجه تعازينا الحره لهاد الناس، الله يرحمهم والله يبدل محبتهم بالصبر، وكنتمنوا لهم الصبر. وانا اليوم تاثرت بزاف لانه جينا لهاد المنطقه البؤره ديال الزلزال، وكما كتقول الحصيله حنا اليوم الثاني بالضبط كنا في مركز تحقن الدم، كنا كنضموا مع السيده المديره، وكنا كنا حطينا واحد الاعلان في عبر التواصل الاجتماعي، طلبنا من الناس انهم يجوا يتبرعوا بالدم. الثاني كنا في مستشفى محمد السادس، اننا كنا كنشوفوا الناس اللي محتاجين المساعدات، والناس اللي محتاجين الدم، اللي محتاجين الاكل، اللي محتاجين اي حاجه. النهار الثالث زرنا بعض المناطق، منطقة هاد الثلاثي يعقوب نخليناها لهذا النهار، أننا نجيو نشوفوا الناس، لأنه كيف كان الطريق كانت عامرة، كانت شوية مكرفسة، وكنت أنا عندي واحد الاتصال بهشام أيت الحسن، كنقول ليه أننا بغينا نجيو، كيقول لي لا بلاتي تتسرح الطريق، وشنا أماكن أخرى اللي مشينا ليها اللي كانت قريبة، وتا هي زرناها، وتا هي تعاوننا فيها باللي قسم الله باسم جمعية نساء مراكش. مستقبلهم الحمد الحمد لله كما كتعرف سيدنا الله ينصرو راه واقف على كل شيء، مادام سيدنا الله ينصرو واقف على الحوز الا وراه غادي ان شاء الله غادي يكون عنده واحد المستقبل اللي هو مزيان. وحنا درنا اللي علينا كجمعيه نساء مراكش، اننا عاوننا بالخزائن، عاوننا بالاكل، عاوننا بالملابس، عاوننا بالقفه، حنا اللي خدمنا عليها بزاف هي القفه، اننا وزعناها في بعض الدواوير، ووزعناها في هاد الدوار تاع ثلاث يعقوب، وان شاء الله باقي اننا كنشتغلوا على بعض الدواوير. وحنا ركزنا اننا ما نبقاوش ننقلوا من دوار لدوار، اننا نركزوا على دوار ونشوفوا اشنو خاصو كاملو عاد ننتقلوا دوار اخر. هذا الشيء اللي دارت جمعيه نساء مراكش، فقلنا لما لا اننا نجيو لثلاث يعقوب نشوفوا اشنو خاصهم، شنو محتاجين ليه، نخدموا عليه ونبقاو باستمراريه معاهم، يعني ما نجيوش مره واحده نطلوا ونمشيو، يعني كنتمناو ربي يعاوننا واننا نستمروا معاهم.